الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، هذا كتاب الكلم الطيب للفيلسوف المجسم أحمد بن تيمية الحراني، المتوفى سنة 728 للهجرة. هذا الكتاب طبع دار الكتب العلمية بيروت سنة 1417. في الصحيفة 123 يقول عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، أي أصابها مثل شلل، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد. فكأنما نشط من عقال، أي تعافى فورا. هذا ما ذكره ابن تيمية في كتابه الذي سماه الكلم الطيب، أي استحسن كل ما فيه. وهذا الذي حصل من عبد الله بن عمر استغاثة برسول الله بلفظ يا محمد، وهذا جائز في دين الله. وقد استحسن ابن تيمية هذا الفعل وشجع الناس على فعله وأورده في كتابه الكلم الطيب، وذلك عند الوهابية كفر وإشراك. يعني الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم بعد موته كفر وإشراك عند الوهابية. فماذا تفعل الوهابية الآن؟ أيرجعون عن رأيهم من تكفير من ينادي يا محمد، أم يتبرؤون من ابن تيمية في هذه القضية وهو الملقب عندهم بشيخ الإسلام؟ فيا لها من فضيحة عليهم وعلى إمامهم الذي أخذ منه ابن عبد الوهاب بعض أفكاره التي خالف بها المسلمين، وهم في هذه المسألة على موجب عقيدتهم الفاسدة يكونون كفروا ابن تيمية لأنه استحسن ما هو شرك وكفر عندهم. وهذا كله يا أحبابنا دليل على تذبذبهم وتناقضهم وانحرافهم عن أهل السنة والجماعة. والحمد لله أولا وآخرا وأبدا. The point is that Rasulullah صلى الله عليه وسلم is dead. أعداؤنا لما فشلوا في أن ينتزعونا من الدين بصراحة دسوا بيننا من يتكلم باسم الدين ليستل الدين من قلوبنا. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، هذا كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي، المتوفى سنة 774 للهجرة. هذا المجلد الرابع طبع في دار الكتب العلمية بيروت لبنان سنة 1421 الطبعة الأولى. في الجزء الثامن في الصحيفة 200 يتكلم ابن كثير عن أحداث سنة 61 للهجرة، عن مقتل سيدنا وحبيبنا وإمامنا الحسين، فيقول: وأما بقية أهله ونسائه فإن عمر بن سعد وكل بهم من يحرسهم، ثم أركبوهم على الرواحل في الهوادج، فلما مروا بمكان المعركة ورأوا الحسين وأصحابه مطرحين هنالك بكته النساء وصرخنا، وندبت زينب أخاها الحسين وأهلها، فقالت وهي تبكي: يا محمدا يا محمدا صلى عليك الله وملك السماء، هذا حسين بالعراء مزمل بالدماء مقطع الأعضاء، يا محمداه، وبناتك سبايا وذريتك مقتلة،
تسفي عليها الصبا، قال: فأبكت والله كل عدو وصديق. فهذا يا أحبابنا دليل واضح على جواز الاستغاثة بسيدنا رسول الله بعد موته من فعل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. جمعنا الله وإياكم مع سيدنا وحبيبنا الحسين رضي الله تعالى عنه في الجنة، والله تعالى أعلم وأحكم.